بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم إخوتي ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في قناة صوت الناقد. عنوان حلقتي لهذا اليوم: قناة وصال السيد الخميني أن الأئمة تخضع لهم ذرات الكون، ومعمم يصاب بالسكري. أخوتي الكرام، أحبتي، أتوجه بالشكر الجزيل للنواصب الذين كانوا ولا زالوا يستخرجون هذه العبارات، وهذا رد لمن يقول: شيخنا، كيف النواصب لهم فوائد؟ أخوتي، الخصم ليس بالضرورة أن يكون كله مضرة. بالنسبة إليك مضرة، هذه منفعة. النواصب لو تكتبون في الجوجل حتى يطمئن قلبك ويستقر في قلبك، في عشرات الموارد يشهرون بالشيعة بعبارة السيد الخميني أن الأئمة تخضع لهم ذرات الكون. أنت حتى عندما تنظر إلي تقول هذا المعمم، هلا وكلكم يوتيوبرية؟ كلكم يوتيوبرية؟ شوفوا مبالغتي في الكلام، حتى يكون كلامي وكذبي بقدر العمالة التي أتقاضى من أجلها مال. مو تقولون أنا أتقاضى مالا؟ اسم ما يخالف. طلعوا لي معمم ما صار بي سكري وطاح حظه عندما يسألوا عن عبارة السيد الخميني في قناة وصال. أنتم مو أنا. عندما يسألون معمم، أنا سمعت يسألوه عن هذه العبارة، يقول لك ممكن تتصل بي باكر أنا أراجع المسألة. والآخر وهم قناة وصال، ترى ذولا كارثة، يعرفون ذولا ما يعرفون، يعرفون أن المعمم ما له علاقة بهاي القضايا. حالة النفرة بين القضايا التي يجب، يعني لولا أن النواصب يشهرون بنا بعبارة السيد الخميني، هاي العبارة تموت. هذه العبارة كان ماتت، شأنها شأن بقية الأحاديث. أنا هذا مشروعي، وأنا أتمنى من الأخوة إذا وجدنا متبرع من اليوتيوبرية، لأن الراتب الذي أتقاضاه فقط إلي، ما عندي أدفع إلى يوتيوبر حتى يشتغل عندي. هذا الاتفاق قالوا ندفع لك بس إلك، إذا تريد تجيب لك واحد يشتغل عندك ما ندفع لك، يعني شو تسوي بعد؟ هاي من طيحان حظ اللي يتهمون. الله كريم. فأقول لكم شيئا، هذه شنو الغاية؟ وهمنا أيضا بنفس العبارة، ليش أنت تتحدث بهذه الأحاديث الجنسية؟ لا، أنا عندي غاية. اقطعوا لي هذا المقطع وابعثوا لي إذا وجدنا متطوع. هذه الأحاديث التي أتحدث بها، مثلا الصائم عندما يدخل دبرا مثلا، أو اللواط في الجنة، أو الأحاديث التي أنا أذكرها، مو أنا متونس عليها، وإنما هذه حالة النواصب يعيرون الشيعة بهذه الروايات. والشيعي شو يسوي؟ الشيعي ضعيف ويتمرعد ويتكهرب وطايح حظه. فمشروعي شكو حديث يعير نبي الناصبي أطلعه وأثبت صحته وأشكر الناصبي وطيح حظه، هذا مشروعي. فأنت بدلا من أن، وهذا الشيء شلون سلب توفيق وسوء عاقب عندكم، بدل من أن تأتي وتقبل عمامتي وتشكرني، الناصبة الآن لعشرات السنين يقولون أن الكافي صحيح، عندما أنا قلت صحيح بطلة، هسه يقولون الكافي ضعيف. أنت بدل من أن تشكرني تتهجم علي. السيد الخميني، خلي نسمع ماذا قال، ما أطيل عليك، وبعد ذلك نرد بإذن الله تبارك وتعالى. يلا. سيدهم وكبيرهم الخميني في كتابه الحكومة الإسلامية كما ترون يقول في هذا الكتاب:
فإن للإمام مقاما محمودا ودرجة سامية وخلافة تكوينية تخضع لولايتها وسيطرتها جميع ذرات هذا الكون، وإن من ضروري هذا موضوع الشاهد، وإن من ضروريات مذهبنا أن لأئمتنا مقاما لا يبلغه ملك مقرب ولا نبي مسلم. إذا يفضلون. اسمعوا أخوتي، سمعتم هذا الكلام، ما أطيل عليكم. طبعا أنتم تبحثون، تستطيعون أن تبحثون وتشوفون ماذا قال، كيف يسألون الناس وكيف يجيبون. أقول مستعينا بالله تبارك وتعالى. أخوتي الكرام، يقول السيد الخميني في بيان منزلة الأئمة في كتابه الحكومة الإسلامية صفحة 52: فإن للإمام مقاما محمودا ودرجة سامية وخلافة تكوينية تخضع لولايتها وسيطرتها جميع ذرات الكون. اسمعوا، الشيعي يتستر على هذه العبارة، يخاف من طرحها، والناصبي مطلع عضلاته ويريد يكذب هذا الشيعة. أخوتي الكرام، تعرفونني منصف جدا مع خصومي، وأتباهى وأسأل الله بإنصاف، يعني أنا أتعبد إلى الله بالإنصاف. هذه العبارة التي طرحها السيد الخميني إن وجدت عند أي عالم أو باحث شيعي فبها ونعمت، وإن لم توجد، يعني إذا كان فقط السيد الخميني هو الذي قال هذه العبارة هذه: فإن للإمام مقاما محمودا ودرجة سامية وخلافة تكوينية تخضع لولايتها وسيطرتها جميع ذرات هذا الكون، معناه أن السيد الخميني هو الوحيد الذي عرف مقام الإمامة والولاية من نصف مليار شيعي. أنا أخاف الله وأقول الإنصاف. شكرا لقناة وصال تظهر هذه الحقيقة. قناة وصال ليش تعتبر هذا إضعاف وذلة للتشيع؟ لأن لأنها تعرف اللي راح يكون أمامها ما له علاقة بهذه القضايا. شنو أنا مضرتي من هذا؟ هذه العبارة، وهذه لقناة وصال وصلوها، التي قالها السيد الخميني واللي هم عشرات السنين أو سنين طوال يعيرون بها الشيعة، والله وبالله وتالله تكتب بكلمات من ذهب على أقلام، بصفحات من ذهب على بأقلام وأقلام من فضة، تخط وتعلق على الجدار، لأنه نصف مليار شيعي جاهل بمقام الإمامة. نصف مليار شيعي جاهل بمقام الولاية، يعرف الإمام. أنا أتحدث وياك، مو أتحدث وياك مثل واحد ممية بحلقة وحليب ويشرب. أنا أتحدث وياك مقام عالي، أريد أطلعك من هذه البؤرة وأصعدك إلى مقامات الأئمة. وراء هذا ستعرف مقام الناصبي والمخالف للأحاديث نملة. نملة. شوفوا تعليقات المطايا، شوفوا شلون يعلقون، شوفوا الجهل وين واصل. شنو معنى هذا الكلام؟ يقول أيضا في كتابه الحكومة الإسلامية صفحة 13: ومن ضروريات مذهبنا أن لأئمتنا مقاما لا يبلغه ملك مقرب ولا نبي مرسل. شو يريد يقول؟ هذه خلي أوضحها. ليش السيد الخميني يقول أنا أتحدث بصدد ما أمامي، وهذا كتابه، ومن الإنصاف أن الواحد يتحدث بهذا. يقول أنه لهم مقاما محمودا ودرجة سامية وخلافة تكوينها تخضع لولايتها وسيطرتها جميع ذرات الكون. خلوني أوضح لكم، وكيف حتى الفيروس اللي سووا عليها ضجة وكذب أن هذا الفيروس كورونا وغيره تخضع لذرات الكون. أخوتي الكرام، خلوني أوضح لكم شنو مقام الولاية. كل شيء
ضمن الغلاف الكوني، كل شيء ضمن الغلاف الكوني من الكواكب والمجرات يعني احنا عندنا شنو؟ احنا عندنا مجرة، المجرة حاضنة لمليارات الكواكب ومن جملتها كوكب الأرض. هذه المجرة مجرة مثلا درب التبانة اللي احنا مجرتنا فيها تقريبا مليارات الكواكب من جملتها كوكب الأرض. هذه المجرة بهذا الكبر وتستوعب مليارات الكواكب، هذه تكون نقطة في بحر الفضاء. هذا الفضاء يحتوي على مليارات المجرات، وكل مجرة حاضنة. هذا الفضاء الواش قد عظيم، كل هذا يخضع لولاية الإمام سلام الله عليه. شيخنا شنو هالمبالغة هذه وهذا الغلو؟ مو هذه مبالغة وغلو، ليش؟ لأن كلها قائمة لأجله هو الحجة. هو لو لم يكن الحجة يكون عبث من الله خلق كل هذا والحساب والكتاب. هو الحجة القائم، بسببه قائمة الدنيا، فبهذا اللحاظ هي التي كلها تخضع لمقامه ولولايته. لأن إذا كان هو الولي على هذه الدنيا وكل المخلوقات التي قائمة بسببه، شي يكون هي التي جميعها خاضعة له. يعني شنو؟ يعني كل شيء ضمن الغلاف هذا خاضع لمقام الولاية. هسه قد واحد في قناة وصال أو واحد تافه شيعي يقول يكذب الروايات، والله أنتم علاجكم فضل الله. مع الأسف أنا أطلعكم من هذا. المفروض لو أنا خوش زلمة أعزل القناة وأترككم، والله العظيم ما أكذب عليكم، لولا عشقي لآل محمد وأبري ذمتي لنصرة محمد وآله بالحسين المظلوم، مراجع ما يعرفون مقام الولاية، بالله العظيم ما أكذب عليكم وما أطعن بهم. أنا لو كان مرجع عقيدة صحيحة أشتغل أبي أوزع شاي بمكتبة ما أو أتشرف بذلك. أنا ما أبغض المراجع، المنافقون يبثون، أنا ما أبغض المراجع. وهناك خلاف فكري عميق، وصلنا إلى مرحلة بعد ما تتحمل المجاملة. المرحلة والظرف الذي يعيشه الفكر الشيعي ما يتحمل. وخليني أقول لك شيء، لو كنت أنا مدعوم ما يسمح لي أن أتحدث بهذا الحديث، كان حلقي مسدود. أطمئن، كلمتي حرة لأنني حر، كلمتي حرة لأنني حر. أنا أعمل أكثر من ما يعمل الحمار، 60 ساعة بالأسبوع أشتغل حتى أعيش، حتى كلمتي تكون حرة. تعرفون من شهود؟ شيوخ أصوليون يشهدون لقولي. أشتغل أكثر من ما يشتغل الحمار، 60 ساعة أشتغل بالأسبوع حتى أعيش، والحمد لله، ولكنه حتى تكون كلمتي حرة. هذا شاهد كلامي من هذا شنو؟ شاهد كلامي كل هذا الذي أتحدث به، نحن ببركات فيروس كورونا، بالمناسبة ببركات فيروس كورونا أنا قاعد الآن أشتغل، ماكو شغل، قاعدين بالبيت وعدي وقت وأبث لكم. المهم ما أطلع عن الموضوع. فقد يسألني سائل من قناة وصال يقول زين شيخنا شنو دليلك؟ هذا بحث آخر. شوف، هذا بحث آخر. أنت الآن أخذ قولي وسجله وبعدين أن تسألني عن الدليل. فكل شيء يخضع ضمن هذه المجرة يخضع لمقام الولاية، لأن الإمام هو المسيطر عليها. طيب، إذن كل ما يقع في ضمن هذه الحاضنة الكونية خاضع لمقام الولاية. شنو الدليل؟ بحث آخر. فأنت شنو الحالة اللي الشيعي يستعر منها العبارة ومعمم يصاب بالسكري عند ما يسألوه النواصب عن هذا؟ مو حق الناصبي يتفرعن عليكم لو مو حقه؟ والله الناصبي من حقه يتفرعن عليكم ويتشهر بكم ويصير شجاع،
اسمعوا قولي، اكتبوا هذا العبارة وشوفوا ايش يسوون بكم النواصب. هم يريدون المذم فيمدحوا. كم فضائية شيعية نقلت هالعبارة؟ شوفوا شوفوا، ولا فضائية. حالة النفرة بين الشيعة ومقام الولاية وأحاديث الولاية ومقام المعصوم عجيبة غريبة، ما مقصودة هكذا، ما أدري شنو سلب توفيق، ما أدري. الحديث أترجاكم شباب انشروا لي، عندي بحث حول العياشي يصف الإمام بالبهيمة، أترجاكم انشروا لي إياه. أنا ما عندي فيسبوك وهالسوالف، أنتم ساعدوني طلعوا ونشروا، يعني لقرب إلى الله عز وجل، حتى يعرفوا العياشي يصف الإمام بالبهيمة. ألف سنة، شوفوا ألف سنة الشيعة العياشي يصف الإمام بالبهيمة يقولون الحديث ضعيف، من أقدس الأحاديث. ليش قالوا ضعيف؟ لأن هذا ما عنده سعة اطلاع ببقية الأحاديث التي أعطت لنا ضوابط تفسير الظاهر والباطن. شي يسوي؟ النجدة يا علم الرجال، ركضوا على علم الرجال قالوا ضعيف. شي يسوي لعد حال حال الناصبين؟ من تجي تحكي أنت تطلع عميل وتطلع مبغض وتطلع طايح حظك. إلا الشيعي والفكر الشيعي يبقى طايح حظه ومكفخة للنواصب. طبعا أنا أتحمل أضعاف هذا الكلام، ولكن أقول لكم شيء بعزة الله وجلاله وبحق ولادة الإمام الحجة، ما أقوله صحيح. لو تكالبت الدنيا على أن تخذلني ما استطاعت إلا بإذن الله. إذا أراد الله أن ينصرني ترى كل اللي يتحدثون عني يسقطون مثل أوراق الشجر، وإذا أراد الله أن يخذلني لو كانت الدنيا معي فسيخذلني. اطمئنوا من هذه القاعدة. بهذا اللحاظ احنا وين وصلنا حتى لا أطيل عليكم؟ هذه عبارة مقدسة يجب أن تكتب بصفحات من ذهب وتخط بأقلام من فضة. هو هذا المقام الحقيقي. أنا بيني وبين الله عبارة، هاي أنا أمامي العبارة، هذه العبارة التي قالها السيد الخميني في كتابه تدل على أنه واصل لمقام معرفة ولاية المعصوم، المقام الحقيقي للمعصوم. إذا وجدتم غيره عندها العبارات فبها ونعمت، إذا ما وجدتم معناه ما حد معارف مقام الإمامة والولاية. هسه تقول لي شيخنا أنت شلوني تقول زين أنت الفلسفة والعرفان على كيفك. أنا لا دا أتحدث عن الفلسفة ولا عن العرفان ولا عن الأصول ولا عن الرجال، وكلها باطلة عندي. أنا أتحدث ما موجود أمامي، من الشجاعة أكون منصفا. إذن هذه العبارة شيري يقول تخضع لولايتها سيطرتها جميع ذرات الكون، شنو يعني؟ يعني كل ما يقع في هذه الحاضنة الكونية خاضع لولاية المعصوم. شنو السبب؟ لأن بسببها قائم المعصوم. زين سؤال، فيروس كورونا، الأمراض والمنافع والخيرات والأشجار وغيرها واقع ضمن الحاضنة الكونية أو لا؟ أنتم قولوا لي، إذا كانت واقعة ضمن الحاضنة الكونية خاضعة لها ذرات الكون أم لا؟ يعني ضمن الولاية أم لا؟ ضمن الولاية. وهذا هو مصداق قوله تخضع لولايتها وسيطرتها جميع ذرات هذا الكون. فأنتم الذين أعذروا الناس عندما قلت أن فيروس كورونا عرضت عليه الولاية فأبى، اعذروهم ذولا اللي يشتموني. تعرفون ليش؟ لأن ما يعرفون أن هذا لو كان السيد الخميني سامع هذا قولي لكان قال هذا الرجل يحكي صحيح، لأن أنتم ما جاي تفهمون مقام الولاية. شوف، تخضع لولايتها وسيطرتها جميع ذرات هذا الكون، ذرات هذا الكون. شوفوا الذرات الجزئية في هذا الكون خاضعة للإمامة، زين للولاية. إذا كانت الذرة خاضعة للولاية الفيروس ما يخضع للولاية؟ النملة ما تخضع للولاية؟ الشجرة ما تخضع للولاية؟
هذا هو التعبير الحقيقي الذي يبين مقام سعة الولاية. بعد جاءت الأحاديث أخرى فصلت لنا مصاديق الماء، الفاكهة، الشجر، الحجر، الجبل، موالي وغير موالي. قد مو أنت تعتبرها خرافة لأن أنت ما تدري بيها، لعد الإمام الحجة إذا جاء يطلع لك الدين الجديد شو تسوي؟ هذا جزء صغير من الدين الجديد. تبيه أخوتي الكرام، فما أرادته قناة وصال، شكرا لقناة وصال، شكرا، ما أرادته أن تذم بها التشيع، أن تذم بها التشيع، مدحت من حيث لا تشعر. قلت ولا زلت أقول لكم أن الله ينصرنا بأقلام النواصب. إذا أكو بالشيعة مثل هذا أبو السكسوكة، تشوفوا إذا أكو عندكم مثلي مثل هذا أبو السكسوكة، كل انتقادات النواصب هي نصرة لكم. لكن إذا عندكم واحد مصفط معجم رجال الحديث وراء، هذا يطيح حظكم. هاي كل الحقيقة. أحببت أن أقف معكم هذا الموقف أخوتي الكرام. فهذه العبارة أن للإمام مقاما محمودا ودرجة سامية وخلافة تكوينية تخضع لولايتها وسيطرتها جميع ذرات هذا الكون، هذا هو الشرح الوافي والكافي لبيان معرفة مقام الولاية أخوتي الكرام. فلا يوجد شيء من هذا، كان مفترض بسيط المعمم يجاوب، ماكو طبعا، يجاوب ويعطي دليلا من أحاديث من أصول. وش العلاقة بالكافي؟ هو يدرس الحلقات، الحلقة الأولى والثانية من الأصول، شو العلاقة بحديث المعصوم؟ ووصال تعرف هذا، تعرف أن الأصولي لا غير ممكن أن يقاوم أمامهم، تعرف هذا الشيء، وصال تعرف هذا المعنى، ولذلك تسألهم. الحمد لله على نصره أخوتي الكرام. هذا كلام صحيح مبارك مؤيد أخوتي الكرام. هذا هو الشرح لمقام المعصوم. خلي تسمع قناة وصال، وشكرا لهم لعرضهم هذا الكلام. أحببت أن أقف معكم هذا الموقف. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.